يعطيكم العافية طلابي. طلابي بعد ما خلصنا الدرس الأول من الفصل الثاني اللي هو تركيز المحاليل، بدنا نيجي بعد ما خلصنا الكسر المولي بدنا نأخذ النسبة المئوية بالكتلة. هسا طلابي بيجي طالب بيحكي لي أستاذ إحنا حاسين الدرس بعد ما نأخذه إنه ما في فرق بين الدرس الأول والدرس الثاني، إنه هذاك رح نأخذ أخذنا نسبة المذيب والمذاب في المحلول، وهنا باعتبار كمان النسبة المئوية للكتلة هاي بدنا نأخذ كتلة على كتلة المحلول. في شغلة بدك تحطها ببالك، فوق إحنا أخذنا اللي هي نسبة المذيب والمذاب، يعني أي مادة موجودة بالمحلول أخذنا نسبتها الموجودة بالمحلول. أما بهذا الدرس إحنا شو بناخد؟ بناخد النسبة المئوية للمذاب إلى المحلول، يعني فقط بناخد المذاب، ما إلي علاقة بالمذيب، أنا فقط إلي بالمذاب. هون النسبة بتطلع معنا 100%، إنه كم نسبة المذاب الموجود في المحلول الكامل، بحيث لما يقول لك المحلول تركيزه 60% 70% هي نسبة المذاب، ويتم حسابها بالطريقة الآتية، تمام؟ بما إنه كلمة نسبة بنحكي يعني لازم تكون مضروبة بمية بالمية، تمام؟ فالنسبة المئوية هون بدك تدير بالك إنه إحنا قاعدين بنحكي هون نسبة المئوية بالكتلة، فهون النسبة المئوية بالكتلة القانون اللي هو M، يعني M بيرسنت اللي هي 100% تسمى بالنسبة المئوية، النسبة المئوية بالكتلة، نسبة المئوية بالكتلة، تمام؟ شو تساوي الام اللي هي كتلة، هاي كتلة المذاب، سوليوشن كتلة المحلول، كتلة المحلول كامل، وزي ما بنعرف كتلة المحلول تساوي كتلة المذاب زائد كتلة المذيب، تمام؟ طيب تعال نشوف هون، اي زي تقول قاعد بقلبي السؤال، إجا حكالك احسب النسبة المئوية بالكتلة لهيدروكسيد الصوديوم. شو يعني هيدروكسيد الصوديوم؟ هيدروكسيد الصوديوم هيو كاتب لك إياه هون اللي هو NaOH، في محلول تم تحضيره بإذابة 4 جرام من في الماء، فمعناته بدك تعرف إنه الـ NaOH مذاب، والماء اللي هو الـ H2O أكيد اللي هو مذيب. كيف عرفنا؟ دائما الماء يعتبر مذيب بأي محلول بكون موجود فيه، تمام؟ هاي حطوها ببالكم، أنا بحكي عن منهاجنا، ما تدخلوا لي بقصص منهج أشياء خارج المنهاج، لأنه مرات يكون الماء يعتبر عن مذاب، تمام؟ مش مذيب، تمام؟ شغلة ثانية، تيجي بتحكي هذا 4 جرام وهذا 46 جرام، فمنطقيا النسبة الأكبر هي تعتبر المذيب، فالماء يعتبر المذيب، فباجي بحكي الماس سوليوشن اللي هو تاعت المحلول تساوي ماس تاعت الـ NaOH تزائد الماس للـ H2O وتساوي الماس للسوليوشن يساوي المذاب كم قيمته؟ 4 جرام، تمام. المذيب كم قيمته؟ 46 جرام، تمام. فباجي بحكي 4 زائد 46 تطلع 50 جرام كتلة المحلول كامل، تمام. فطلب مني الماس بيرسنت تساوي، تمام، الماس للـ NaOH، تمام، على الماس للسوليوشن ضرب 100%، تمام. هاي القانون معنا 100%، تمام. تعال نطبق عليه، يلا الماس بيرسنت ما بعرف أنا كم تساوي الماس للـ NaOH معنا 4 على 50 ضرب 100%، تمام. طلع شو باجي بعمل، شيل الصفر مع الصفر، تمام. باجي بحكي 4 ضرب 10 راح تطلع 40 على 5 نسبة 100%، تمام. 40 تقسيم 5 بتطلع 8%، 40 تقسيم 5 8 وبتطلع النسبة 8% اللي هي نسبة الـ NaOH إلى نسبة المحلول كامل، تمام؟ تمام يا صديقي. قال لك احسب كتلة كلوريد الصوديوم اللازم لتحضير 250 جرام، اللازم لتحضير 250 جرام من محلول، يعني أعطانا كتلة المحلول كامل، محلول كامل معطينا كتلته
250 تمام اقرا. معطينا الماس بيرسنت تساوي 20% تمام. طلب منا الماس للكلوريد الصوديوم اللي هو المذاب تمام مجهول. باجي بحكي طلع كيف بدنا نفكر احنا كطلاب علمي عشان تعرف شو القانون المناسب اللي لازم اطبق عليه واللازم احل عليه. طلع شو باجي بعمل، باجي بحكي الماس تاعت المذاب واردت عندي بقانونين. اول قانون اللي هو ماس سوليوشن يساوي الماس للمذاب زائد الماس للمذيب صح تمام. بتطلع هنا على المعطيات، معطينا كتلة المذيب، لا والله ما هو معطينا، طيب معطينا بس الماس سوليوشن، معناته مجهولين بالقانون لا يحل، معناته لازم أطبق القانون الآتي اللي هو الماس بيرسنت تساوي ماس الـ NaCl على الماس سوليوشن ضرب 100% تمام. الماس بيرسنت معي، الماس تاعت المذاب هي المجهولة، الماس سوليوشن معي هي المحلول كامل، المية بالمية معي معناته بطبق مباشرة، فباجي بحكي 20% تساوي الماس على 250 ضرب 100% تمام. شيل هاي محل تمام، شيل الصفر مع الصفر تمام. فباجي بحكي 10 اضرب البسط مع البسط وخليه على 25 تساوي 20 تمام. حط على 1 واضرب ضرب تبادلي، هاي ماس تمام. فبتصير 10 ماس تساوي 20 ضرب 25 على 10 على 10، فبتشيل الصفر مع الصفر، 25 ضرب 2 معناته الماس راح تطلع معنا 50 جرام، طلعت معنا الماس للمذاب. وصلت؟ شو عملنا؟ انا شلت الصفر مع الصفر تمام، بعدين ضربت هاي محل فصارت عندنا 10 ام المجهول على 25 تساوي 20 لانه البيرسنت مع البيرسنت راحت تمام. حطينا 1 وضربنا ضرب تبادلي فصارت 10 ميم تساوي 25 ضرب 20 قسمنا على 10 راح يصير مع الصفر، فصارت 25 ضرب 2 اللي هي 50 جرام كتله ال NaCl. صعبه؟ لا والله ما هي صعبه يا استاذي تمام. سؤال اتحقق من هسه واجب تمام تمام. قال لك احسب كتلة الماء اللازمة لتحضير محلول من سكر مائدة تمام. بده كتلة الماء، كتلة الماء حكينا شو هاي قال يعني طلع بكل ثقة قاعد بكتبها كتبت مذاب، الله يهديني. بس هاي كتلة مذيب، كتلة ايش؟ المذيب، معناته الماس لل H2O مجهول تمام. نشوف شو معطينا معطيات لتحضير محلول من سكر الماس بيرسون تمام تساوي 40% تمام 4% آسف 4% ما انتبهت لها حكوا علي هسه بنط أستاذي أنت بتخربط كثير. والله ما بخربط كثير بس من السرعة حكوا علي تمام. علما بأن كتلة السكر أعطانا كتلة المذاب، طيب كيف أستاذي عرفت أنه هاي مذاب مذيب؟ فتخيل السؤال، هاي وعاء كان فيه سكر وماء، منطقيا صح السكر يذوب بالماء معناته الماء مذيب والسكر مذاب صح؟ تمام تمام. أعطانا كتلة الماس المذاب اللي هو السكر أي شوغر تمام تساوي 8 جرام تمام. طيب اطلع هون كيف بدنا نتدرج بالقوانين قانون ورا قانون. باجي بحكي الماس للمذيب وين ورد معنا بالقانون؟ ورد معي بقانون الماس سوليوشن اللي هو المحلول كامل يساوي الماس للشوغر اللي هو المذاب زائد الماس لل H2O تمام. الشوغر معي بس الماس تاع السوليوشن معي؟ لا والله ما هو معي. طب من وين بدي اوجده؟ ورد معي بالقانون الثاني اللي هو الماس بيرسنت تساوي الماس للشوغر تمام على الماس للسوليوشن ضرب 100% معناته انا شو بدي اعمل هون؟ بدي اجي اطبق على هذا القانون بالاول بعدين اطبق هذا القانون بالثاني بحيث بعد ما اطلع الماس السوليوشن اعوضه هون راح يطلع معي المذيب كتلة المذيب. تعال نطبق يلا.
هاي بالاخضر. يلا باجي بحكي الماس بيرسون كم معطينا اياه؟ 4% تساوي الماس للشوغر كم معطينا اياه؟ 8 ضرب على الماس تمام تاع السوليوشن ضرب 100% تمام. بتروح ال 100% مع بعض، 8 ضرب 100 تطلع 800 على ماس سوليوشن تساوي 4. الضرب تبادلي فبتطلع معنا 4 في الماس سوليوشن تساوي 800 على 4 على 4 فبتطلع معنا الماس سوليوشن تساوي 200 جرام. تمام تمام يا صديقي. بنعوضها بالقانون الثاني، فباجي بحكي 200 تساوي الماس للشوغر كم؟ 8 زائد ماس لل H2O. باجي بحكي ناقص 8 ناقص 8، فباجي بحكي الماس لل H2O شو يساوي؟ 200 ناقص 8 تطلع 192 جرام. صعبة؟ والله ما هي صعبة إن شاء الله تعالى. هسا طلابي سؤال أتحقق كمان واجب. هسا طلابي الحصص اللي أنا بنزلها خفيفة لطيفة، يعني 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، عشان ما تملوا ما تزهقوا وانتوا بتحضروا الدرس، ما بدي إياك تزهق وانت بتحضر، هيك أفرنت مناسب إلي وإلك عساس يطلع منه شغل مرتب ويطلع معك فهم مرتب وانت قاعد بتحضر الدرس بحيث ما تمل. يعطيكم ألف ألف عافية.